هذا كابوس يا أرتش؟ لا، ذكريات، وأحيانا تكون بشكل أسوأ. كل شيء سيكون بخير. بأفكارك وآلاتي سنقوم بعمل جيد جدا معا، وسترى. ها؟ رأيت هذا الوجه فيما مضى، رأيته يلعب عندما كنت صغيرا. كان فيما مضى أفضل هداف لدينا. لم أكن أعلم أنه عاد. لن يكون موجودا بعد ذلك إذا قمت بعملك. اطمئن، فلمثل هذه المهمة لا يوجد أحسن من رجالي ومني. سيدي، هناك شخص يريد أن يراك. فليدخل على الفور. ابتكر رسالة ترحيب جديدة. ليس لدي وقت للحديث عن الديكور الداخلي يا مايك رويس. ما الذي جعلك تظن أنك تستطيع إزعاجي؟ ألم تبع أي من التذاكر؟ هذا ليس خطأي. لن يشتري أحد تذكرة لهذه المباراة ولو بنصف الثمن. دعني أعد هذه. عموما لو استطعت العد فاستثني نفسك سيدي. ألا تحب المطر أيها الشاب؟ حسناً، أتعلم، أحب كل شيء وكل الناس، وأحب هذا الرجل. هذا يثبت أنني متساهل. كفى هذا، أخرج الآن. حسناً، هذا لأنك لطيف. سألحق بكم فيما بعد. مايك رويس، أتريد أن تشرح الموضوع؟ حسناً، حقيقة أعلم أنك لن تصدقني، لكن أضعت التذاكر. أنت محق يا مايك رويس، أنت فعلاً كاذب. ماذا تنتظرون؟ أحضروه. أأنت دائما غير كفء هكذا أم تحاول أن تثير إعجابي؟ أنا سعيد بالعودة برغم الجو الممطر. أعطي الأمر أو سوف أوقف كل شيء. شكرا سيدي. ماذا يحدث؟ أهي عادة محلية أن يتساقط الأولاد من السماء؟ ماذا تريد أن تعرف؟ ماذا سيحدث لي؟ ما بقي أعرفه؟ حسناً، تريد أن أطلعك على ما سيحدث لك؟ حسناً، إما أن تخلع خوذتك وتعتذر بحرارة، أو أن تصمم على هذا السلوك السخيف ولن تخرج لمدة أسبوعين. ماذا جرى لك؟ جاك. كيف عرفتني؟ أنا مستبصرة، هل نسيت؟ بالطبع نسيت. لماذا لا تريدين أن تطلعي على مستقبلي؟ أنت لن تبدأ في هذا مرة أخرى. هذا ليس عدلاً.
لا تريدين أن تخبريني عن الماضي الخاص بي. يمكنك أن تقرأي مستقبلي. أنا مستقبلي مشرق، تفهمين؟ مستقبلي باهر. أهلا يا سيدتي جاك. ماذا جرى لك؟ ألا تستخدم الأبواب مثل الآخرين؟ أبواب. انسى أمره، سنمسكه المرة القادمة. وعشرة أجل. حقا أرج، يجب أن أوصل الزهور قبل أن يكتشف أبي مخبئي. ها أنت أخيرا، استغرقت وقتا طويلا. بالطبع، 15 سنة وقت طويل. أرج، أرى أنك لم تفقد لمستك يا نوراتا. ماذا أستطيع أن أقدم لك؟ معقول؟ هل تغيرت إلى هذا الحد؟ ألا تستطيع أن تتعرف على أخيك؟ لابد أنك مخطئ. منذ زمن كان لي أخ، لكنه اختفى في اللحظة التي احتاجه الجميع بشدة، وأنا أكثرهم. إنه ميت كهذه الساق. أنا شديد الأسف يا نوراتا، سواء غادرت أم لا فإنك فقدت ساقك. ماذا كنت سأفعل؟ ساندني، هذا ما فعله المخلصون. والآن فلتتكرم علي بالمغادرة، فلدي عمل. حسنا يا أبي، لقد قمت بخدمة التوصيل لعائلة ماتو. أهلا سيدي، إنهم سعداء. السيدة ماتو رأت أن الباقة رائعة. إنها هي، ألست أنت؟ وداعا نوراتا. روكيت، عد إلى هنا في الحال. سيدي انتظر، ألست أنت أرتش؟ هل أنت عمي؟ وأنت اسمك روكيت، أليس كذلك؟ بلى سيدي، روكيت. أنت تشبه أباك عندما كان في سنك. أفضل أن أشبهك يا سيدي. روكيت، مع السلامة يا روكيت. سلام يا سيدي. أنا لا أفهم، لابد أني تركتهم هنا. من الغريب أن تفقد شيئا في تلك الغرفة المرتبة يا مايكل وايس. جاك، أنا الآن لا أعبث. إذا لم أجد التذاكر سأصبح من الموتى. ليتك فكرت قبل أن تتورط مع اللصوص. اسمع، إذا كنت تعظني فأنا لا أحتملك. انظر، إنك لست الوحيد الذي يدخل من الشباك. هذا تكنو سيزر، مقاسه مثل حذائي. أعترف يا ليم أني لست من سرق تذاكرك. لقد ارتحت، يجب أن أستعيد تلك التذاكر أو... أخبار أركيديا تأتي إليكم من تكنويد. إنها العودة القوية لفريق مجرة كيليان، فمنذ المباراة الشهيرة في ساحة التنافس الكوكبي التي وقعت قبل الكارثة التي عالقت بذاكرتنا، وانطلقت شرارة بداية سيئة على أقل تقدير. مرت 10 دقائق من المباراة والنتيجة 3-0. 4، النتيجة الآن 4-0. هزيمة ساحقة، ليس بتعبير مبالغ فيه عن مباراة اليوم. لا أظن أن أرتيغر نيكسيز يوافق. اللاعب الكبير السابق لم يكن يدري ما يورط نفسه فيه عندما قبل أن يدرب النمور الحمراء. سأوفر عليك ما بقي. خسرنا 10-0. لقد تساهلوا معنا في نهاية المباراة ليوفروا علينا المزيد من المهانة، ولكن كما ترى الفرصة اختفت تماماً. ولا الزمن الذي كانت فيه فرصة للفوز على أحسن الفرق. عموماً أنا لا أشتكي، فلدي لقب مثير للإعجاب، رئيس الاتحاد، ومرتب جيد. أصبحت كرة القدم رياضة المتكبرين في كوكبنا هذا. فهمت قصدك. إذن ما هو سبب عودتك ثانية إلى هنا؟ لأكون فريقاً هنا؟ عندنا في كيليان؟
أتعلم يا أرج؟ الناس ليسوا سعداء بعودتك. أنا عن نفسي لا أشعر بذلك طبعاً. الألسنة لم تتوقف منذ وصولك. يجب أن تتفهم أنهم... أتفهم ذلك. لقد رجعت لأصحح صورتي في عيونهم وفي عيني. اسمع، لا أمل في لعب كرة قدم المجرات على سطح كيليان. أنت تضيع وقتك. يا لها من مصادفة، لدي وقت لأضيعه. هل أعطيته موافقتك؟ إنه لم يسأل عنها، تخيل ذلك. لحسن الحظ لم أعتمد عليك لتخرجيني من هذه الورطة. هل يمكن أن أسألك على من تعتمد بالضبط؟ لقد طورتها بشكل أفضل. يمكنك الآن أن تحسب سرعة الاصطدام مثل الكرة الرسمية في الكأس. إنها ثقيلة إلى حد ما. إن بداخل الكرة جهازا، يجب علي أن أجعلها أخف من ذلك. ترى ما خطبه؟ متضايق كعادته. هل يمكن أن نساعده؟ لا يمكن. كالعادة. عشرة، إنه دوري لأفوز مرة أخرى. ليس عدلا، لقد فزت 4 مرات. معذرة، إنكم حقا فشلة. هل ترى ما أرى؟ لديك حذاء جميل يا سنيد، ودائما ما يترك أثارا. ما الذي تتحدث عنه؟ أنصت إلي جيدا، أنا متأكد أنك من سرق تذاكيري. متى يجب علي أن أبكي حتى لا يخيب ظنك؟ ليس لدي حذاء جميل فحسب، بل أيضا لوح مغناطيسي رائع. رد لي لوحي الآن. ليس حتى تعطي مايكروايز تذاكرة. ألا تفعل شيئا دون صاحبك يا مايكروايز؟ إنها الصداقة، أليس كذلك؟ حسناً حسناً، تكسبون. أنا أقسم لكم أن أرد التذاكر غداً. إذا وجدت أي خدش بلوحي سوف تندم يا جوك. هل نمت؟ المباراة على وشك أن تبدأ. إنني لا أغفو سريعاً مثلما يغفو. ادخل يا أخي، إنه مكان أفضل لتنام فيه. أنا آتٍ. إنها مباراة ودية، فليس هناك مسابقة، وبالطبع لا يوجد من يتمنى أن يؤذى، غير أن كل فريق حريص أن يثبت للآخر أنه أحق بالفوز، وهذا طبعا أمر طبيعي، ونحن نقترب من الأدوار القادمة المؤهلة لكأس كرة قدم المجرات. انظر، إن وارن لديه الكرة. انطلق يا وارن، اجري اجري اجري. أرأيت هذه الرمية في الزاوية العلوية؟ إنه حقا بارع. تفضلوا المشروبات الغازية والبيتزا يا سادة. شكرا لك. لا تشكرني، أشكر مديري. لا أدري كيف استطعتم أن تلمسوا الجانب الطيب فيه. سحرنا بالتأكيد. على كل، لا تشاغبوا، اتفقنا؟ إنها وظيفة عادية ولكنها كل ما لدي. لا تقلقي يا أمي، سنكون مطيعين. تعرفيننا؟ نعم أعرفكم. أوه أرتش، دعني أريك آخر اختراع لي. إنها آلة لتقوية نطحة الرأس. انظر. حسناً، هناك ملحوظة أو اثنتان يجب أن أراعيهما. ماذا لو لم أحصل على مكانتي؟ مضى وقت طويل. إنك لا يجب أن تهجر كل شيء بسبب الإحباط. أنا لا أعرف. وماذا عن آلاتي؟ بعها ثانية لتكنويد. مطلقا، عندما كنت أعمل معهم لم يريدوا أبدا أيا من آلاتي،
إن آدم كانت على حق، روح كيليان قد اختفت تماما. إننا سوف نستردها سويا. نحن فقط لن نفعل شيئا، نحتاج إلى لاعبين وأيضا من نعرفهم. هل أنت آرج؟ ألم أخبرك بهذا؟ لا. هي، ما الذي؟ هل يمكننا أن نتفاهم؟ أعتقد أن هذا غير لائق. اذهب، أجهز عليهم. آرتش، أيها السادة، لو سمحتم، أشكركم لو أنكم تعاركتم في هدوء. لا أستطيع متابعة المباراة. جوك، لا. هل هذا جيد لك؟ جوك، لا، لا تفعل هذا. لا تتدخل أيها الصغير، سيكون هذا أفضل. بالطبع يا سيدي. معذرة، إن للكرة مخا خاصا. أترى؟ إنها تعمل 100 كيلو متر في الساعة. ما زالت لم أعطيها كل شيء. مايك وايز، هل أنت طرف في هذا يا مايك وايز؟ حسناً مايك وايز، تقابلنا ثانية. اذهب، تخلص من هؤلاء من أجلي. جاهز؟ جاهز. أنا جاهز. لا! سأراك مرة أخرى. بكل سرور. والآن إنه دوري. أدين لكم بواحدة. لا مشكلة يا سيدي، لا نحب أن نزعج أثناء المباراة. تجيد اللعب، هل ترغب أن تكون واحدا من النادي؟ هل أنت جاد؟ ماتت كرة قدم على كيليان، ودون الفلوكس ستدق الفرق الكبيرة أعناقنا. إذن لنا يا سيدي، فهناك مباراة نتابعها. بالطبع، أنا أتفهم، تفضلا. جيد أن طلبت منكم ألا تثيروا الشغب. ليس خطأنا يا أمي، أرأيت ما جرى؟ لم يكن أبدا خطأكما. لقد كانت استراحة طيبة يا أخي، أنت ترى حينما تود. أتظن أن آرتش لاحظ؟ على كل، كان ممتعا أن تلقاه بشحمه ولحمه. آرتش؟ أجل، الرجل الكبير كان آرتش. لا تقولوا إنكم لم تتعرفوا إليه. عزيزي كلام، أعتقد أنه بآلاتك وأفكاري سوف نصنع أشياء رائعة. لطالما قلت لك هذا كثيرا يا آرتش. سيدي، في الحلقة القادمة من كرة قدم المجرات، السيد كلامب يساعد في إجراء اختبارات اليوم. سنختار فقط الأفضل منكم. سوف أهزمكم جميعا على أرض الملعب. هل يختارني؟ عبق كيليان، يجب أن ننشط مجتمع الفلوكس سريعا. إن عبق كيليان ظهر.